العشرة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة من أون لايف، أهلا بكم. انتصف يوم القاهرة، فأهلا بحضراتكم. التفاصيل: أعلن الجيش السوري إسقاط طائرة إسرائيلية وإصابة أخرى خلال اختراق أربع طائرات عسكرية إسرائيلية المجال الجوي السوري في وقت مبكر اليوم، ومهاجمة موقع عسكري قرب تدمر بمحافظة حمص. الجيش الإسرائيلي الذي اعترف بشنه الغارات على سوريا أكد عدم تعرض طائراته لأي ضرر خلال تلك العملية. وقال جيش الاحتلال في بيان إن صواريخ مضادة للطائرات أطلقت على القوات الإسرائيلية المتمركزة في هضبة الجولان. هذا وقد أصدر الجيش السوري بيانا حول تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة داخل الأراضي السورية. أقر الجيش الأمريكي بشن ضربة جوية ضد تنظيم القاعدة بشمال سوريا، إلا أنه نفى أن يكون استهدف بشكل متعمد مسجدا في محافظة حلب. جاء ذلك بعد إعلان المرصد السوري مقتل 42 شخصا وإصابة عشرات في غارة لطائرة مجهولة الهوية على المسجد بريف المحافظة الغربي. كذلك نسبها البعض للمقاتلات الأمريكية، وأضاف الجيش الأمريكي أنه سيتم فتح تحقيق حول هذه الواقعة. وينضم إلي عبر الهاتف مشاهدينا الكرام من السويد سيد عبد الجليل سعيد، عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري. سيد عبد الجليل، أهلا بك وتحياتي. يعني نتحدث الآن عن أكثر من قوة داخل الأراضي السورية، نتحدث كذلك عن ربما استهداف المقاتلات أو المقاتلات الأمريكية لتنظيم القاعدة، لكنه في الداخل السوري تحديدا في الشمال. ربما البعض، يعني الجيش يعترف، لكن ربما ليست المعلومات متاحة حتى هذه اللحظة، الجيش الأمريكي أتحدث عنه، وبالتالي يعني ربما تتداخل القوى كثيرا في الداخل السوري. يعني ما رأيك في هذا الملف؟ جمعة مباركة للجميع. الحقيقة تداخل الملف هو أمر ليس غريب على الحالة السورية اليوم. فقط في ريف حلب الشرقي نتحدث عن ثلاثة قواعد عسكرية لثلاث دول مختلفة. هناك قاعدة عسكرية روسية، وهناك قاعدة عسكرية أمريكية، وهناك قاعدة عسكرية تركية. في ريف حلب الغربي البارحة، وتحديدا في بلدة الجينة التي تبعد عن مدينة حلب حوالي 40 كيلومتر أو 45 كيلومتر، تم استهداف تلك المنطقة وذلك المسجد. وتضارب التصريحات فيما تعلنه واشنطن أو يتحدث عنه التحالف ربما يكون مرتبط بطبيعة التخبط لدى الإدارة الأمريكية الحالية بعدم وجود رؤية حقيقية للملف السوري وعدم اتضاح هذه الرؤية حتى في المجال العسكري. أنتم تعلمون حتى اليوم لم يتم أي تغيير جذري في السياسة الخارجية الأمريكية، سواء كانت العسكرية أو سواء كانت الدبلوماسية فيما يخص الملف السوري. حتى في الأسماء، لو أردت أن أشرح لك بعجالة، يعني تم إبقاء مايكل راتني على حاله وهو مبعوث أمريكي من عهدة أوباما، وتم إبقاء ريت ماكورك مبعوث دولي للتحالف وهو أيضا من يعني مخلفات إدارة أوباما. إذن لم يتم أي تغيير. أنا أرجح أن تكون الطائرات التي قصفت، ولو كنت لست خبيرا عسكريا إنما أنا سياسي معارض، أرجح أن تكون أمريكية واستهدفت ربما هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا كما يقال. طيب، فكرة أيضا أن إسرائيل طرف،
اختراق الطيران الإسرائيلي الأراضي السورية بحجة تنفيذ هجمات ضد داعش، هي الأخرى دخلت طرف والجيش السوري يسقط إحدى الطائرات أو يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية جيش الاحتلال ينفي ذلك. يعني تداخل، مزيد من التداخل أيضا في الداخل السوري. ما برأيك هو المقصود بهذا التصعيد على النواحي كافة، تحديدا الجانب الصهيوني؟ يعني ربما المعلومة الأهم التي يجب أن يستمع إليها مشاهدوك الكرام، نعم، هي أن الأجواء السورية اليوم ومنذ ديسمبر عام 2015 ليست تحت سيطرة النظام السوري. من يتحكم بهذه الأجواء هم الروس بالدرجة الأولى، وتدار هذه الأجواء من قبل قاعدة حميمين، وهي تنسق على العمليات العسكرية والطلعات الجوية لمختلف القوات أو لمختلف الطائرات التي تطير في السماء السورية مع كل أسد. إذا نظام الأسد سلم منذ عامين تقريبا أو منذ عام ونصف سلم الأجواء إلى إدارة روسية في قاعدة حميمين، وهذه يعني للأسف ميزة سلبية تعود إلى عدم محافظة هذا النظام على السيادة الوطنية. بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل لم تستهدف داعش في سوريا. إسرائيل تعلن وإن كان بشكل تلميح وليس تصريح، لأنها دائما تستهدف حزب الله المصنف إرهابيا لديها ولدى الكثير من الدول العربية، تستهدفه في سوريا وتستهدف تحركاته. وأنتم تعلمون أن نتنياهو نفسه رئيس وزراء الاحتلال كان في موسكو قبل أيام، وتم الاتفاق كما قال نتنياهو نفسه ومكتبه بأنه تم الاتفاق على استمرار الجهود الدولية والجهود الإسرائيلية الروسية في ما يخص الشأن السوري. إذا إسرائيل لا تأتي بجديد حينما تحلق في الأجواء السورية، هي متفقة مع روسيا على ذلك، وهي تستهدف من أعلمت أو من أخبرت أو من أخبرت روسيا عنهم سلفا. وأظن أن إسقاط طائرة أو غير ذلك ربما يتضح في الساعات المقبلة، ولكن المعلومات دائما التي ترشح عن تصريحات المسؤولين في الجيش النظامي أو جيش الأسد هي معلومات غير صادقة في الغالب، ويتعين كذبها فيما بعد. شكرا جزيلا لك عبد الجليل سعيد، عضو الأمن العام لتيار الغد السوري. تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 8 من تنظيم الإخوان الإرهابي المنتمين إلى الجناح المسلح للجماعة. وقالت الوزارة في بيان لها إن المتهمين اتخذوا من مركز الإدعاية بمدينة نصر في القاهرة مقر لاجتماعاتهم للتخطيط لعمليات نشر الفوضى والعنف. وأضافت الوزارة أن متهمين اثنين أطلقا الأعيرة النارية خلال محاولتهما الهروب، ما أسفر عن وفاة مواطنة بعد إصابتها بطلق ناري بالرأس. اختتمت فعاليات تدريب البحري الجوي المشترك حمد اثنين الذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والبحرينية، واستمر أياما عدة. التدريب شمل أنشطة عدة من بينها أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية والرماية الحية بالذخيرة، كذلك تأمين الوحدات البحرية. اختتمت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك حمد اثنين والذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والبحرينية، واستمر على مدار عدة أيام، اشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات. تضمنت أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية. وتنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية والبحرينية لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية. ونفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية.
كذلك تم التدريب على عمليات البحث عن الغواصات المعادية بالاستعانة بالهليكوبتر مختلفة الطرازات والتي تعمل مع القوات البحرية والتي نفذت العديد من المهام ليلا ونهارا. كما قامت عناصر القوات الجوية لكلا البلدين بالتدريب على تنفيذ عمليات جوية مشتركة ضد الأهداف المعادية وتبادل المهارات والتكتيكات الجوية الحديثة. حضر ختام الفعاليات المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرينية، واللواء بحري أركان حرب أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القضية الفلسطينية هي من الأولويات الأولى لمصر والأردن. وخلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظير الأردني أيمن الصفدي، أعرب شكري عن تطلعه في أن تسهم القمة العربية المقبلة بالأردن في دعم التضامن العربي والعمل العربي المشترك، مؤكدا ثقة مصر في نجاحها بفضل رعاية العاهل الأردني لها. الأزمات والصراع حماية للشعوب العربية ومقدراتها ومستقبلها، ونتفق تماما مع ما تفضل به معالي الوزير فيما وصف الأوضاع في سوريا بأنها كارثية. هي في الحقيقة تحدثنا في ذلك كثيرا، تؤلم الشعوب العربية والشعب المصري والشعب الأردني، ويجد في ما يتحمله الشعب السوري الشقيق من قتل وتدمير وتهجير وعدم استقرار أمر لا يمكن السكوت عليه واستمراره بهذا الشأن، وهو ما يجعلنا نتوافق ونعمل بشكل مشترك لتعزيز العملية السياسية وفقا للمقررات الشرعية الدولية والحوار القائم في جنيف. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن العلاقات المصرية الأردنية قوية ووثيقة، مشددا على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين للتعاون في حل قضايا المنطقة. من هذا المنطلق التنسيق مع جمهورية مصر العربية هو عمل أساسي وهو عمل ضرورة من أجل التشاور والتنسيق وبحث آليات العمل الحقيقية الفاعلة التي تساعدنا على مواجهة التحديات. كما قال معالي الأخ، ثم علاقة قوية تربط ما بين فخامة الرئيس وجلالة الملك، كلاهما حريص حرص مطلق على أن نزيد من التنسيق ونفعل من التشاور من أجل تقوية علاقاتنا الثنائية المتميزة والصلبة. وأنا قلت في عمان عندما شرفنا معالي الوزير في اللقاء الأول بأن العلاقات الأردنية المصرية علاقات تاريخية. قام وزير الكهرباء محمد شاكر بزيارة محطة هيتاشيناكا لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، وذلك خلال زيارته إلى اليابان. كما شارك الوزير في الندوة التي نظمها مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط بحضور وزير الدولة للاقتصاد ونائب وزير الاقتصاد الياباني، حيث قدم عرضا تقديميا استعرض فيه الموقف الحالي لمشروعات الكهرباء القائمة على أرض مصر والمشروعات المستقبلية. تشهد نقابة صحفيين اليوم انتخابات التجديد النصفي لمجلسها على مقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس، وذلك بعد أن تم تأجيلها منذ أسبوعين لعدم اكتمال نصابها القانوني.
تتم العملية داخل 22 لجنة بالنقابة العامة بالقاهرة ولجنة بالإسكندرية تحت إشراف قضائي كامل في عمليتي التصويت والفرز. وتنضم إلي مشاهدي الكرام في بث حي مراسلة أون لايف كريستين رياض. كريستين، أهلا بك وأنت داخل مقر النقابة. يعني أعتقد هذه الجولة كثير من الصحفيين أكثر حماسا ربما من الجولة الأولى، وبالتالي يتوقع أن يكون الإقبال أكثر وأن يكتمل النصاب القانوني، هذا هو الكلام المتوقع، لكن ماذا عن أرض الواقع حتى هذه اللحظة؟ نعم، مرحبا. صحيح، نتواجد منذ الصباح والمشهد هنا ينم عن إقبال شديد أكثر بكثير من المرة السابقة. من المفترض أن يكتمل النصاب ب 25% زائد واحد حتى تكون يعني تقوم الجمعية العمومية ببدء عملية الانتخابات للنقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة للتجديد النصفي. حتى الآن وصل التسجيل حسب ما علمنا من وكيل أول نقابة الصحفيين، وصل التسجيل حتى 900، ومن المفترض أن يكتمل هذا العدد إلى 2150 لاكتمال النصاب القانوني وبدء الجمعية العمومية بالفعل بجدول أعمالها والانتخابات المنتظرة لهذا اليوم. إذا ما لم يكتمل هذا النصاب سوف تؤجل هذه الانتخابات حتى أسبوعين حتى يكتمل النصاب إلى عشر وتتم الانتخابات، ولكن هناك كما قلت بعض التوقعات باكتمال النصاب اليوم وبدء الانتخابات بإذن الله بعد الثانية ظهرا تحديدا بعد أن تمد فترة التسجيل. والتسجيل كما تشاهدون من خلفي الآن هناك 22 لجنة تقوم باستقبال السادة الصحفيين أعضاء النقابة الذين يقومون بالتسجيل حسب الكارنيه الخاص ب 2017 في 22 لجنة مختلفة بالترتيب الأبجدي. طيب كريستين، الحقيقة أنه خلال الأيام الماضية دار جدل كبير حول يعني اسم النقيب، وهناك اتجاه لأسماء بعينها، كذلك عن بعض المرشحين في مجلس النقابة. هل انتقل الجدل أيضا إلى داخل الأرجاء لديك داخل النقابة أم لا؟ يعني هل يبدو المشهد سلسا دون وجود جدال، دون وجود مشدات، أم تبدو الأمور مرشحة للتصاعد في هذا اليوم؟ نعم، المشادات والجدال هو جدال وجودي فقط. طبعا مرشحين لمقعد النقيب هم سبعة ومندوبي المرشحين متواجدين في السرادق الخارجية لمجلس النقابة بشارع عبد الخالق ثروت. طبعا التواجد وأجواء الانتخابات بشكل عام تنم عن تنافس شديد للمرشحين على مقعد النقيب، ولكن بطبيعة الحال الصناديق هي تقول كلمتها في آخر الانتخابات يعني الإشراف طبعا والنتيجة الأخيرة لمقعد النقيب أو من سيكمل للسنوات القليلة المقبلة في هذا المنصب. طبعا كما تعلمون عملية الفرز والتصويت تقوم بإشراف أعضاء 26 من مستشاري مجلس الدولة، طبعا هذا بالاشتراك معهم دون مقابل، هناك إشراف كامل من مجلس الدولة على عملية الفرز والتصويت، ونحن في انتظار أن تقول الصناديق كلمتها. إذن المشهد أكثر حيوية ونشاطا وربما أيضا جدلا، سنتابع على مدى ساعات النهار حتى تقول الصناديق الأسماء من سيجلس في مقاعد النقابة، مجلس النقابة. شكرا جزيلا لك كريستين رياض، تحياتي. يدلي أعضاء نقابة التشكيل بأصواتهم اليوم في انتخابات النقابة بمقرها بدار الأوبرا، وذلك في حال اكتمال نسبة حضور 25% من أعضاء النقابة.
ولمزيد من المتابعة والتفاصيل معنا مراسل أونلايف مينا مكرم عبر الهواء مباشرة. بداية برحب بك مينا، يعني هل بالفعل اكتملت نسبة الحضور بنسبة 25% لأعضاء النقابة حتى يتسنى إجراء الانتخابات؟ نعم، لا زلنا حتى هذه اللحظة في انتظار اكتمال النصاب القانوني والذي يصل إلى 25% اليوم من نسبة الحضور، وذلك بعد فشل اكتمال النصاب القانوني الجمعة الماضية، والنسبة المقررة له كانت الجمعة الماضية تبلغ 50%. اليوم يوم حاسم في تاريخ نقابة التشكيليين لأنها المرة السادسة على التوالي لإجراء هذه الانتخابات الخاصة بمقعد النقيب وأيضا أعضاء ومقاعد مجلس النقابة، حيث يتنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب التشكيليين وأيضا عدد آخر يتنافس على مقاعد أعضاء مجلس النقابة بفروعها وأقسامها المختلفة. يستمر باب التصويت اليوم حتى 17:00 وفي انتظار اكتمال هذا النصاب الذي يصل تقريبا أو يمثله 750 فردا من إجمالي المقيدين ومن لهم حق التصويت في نقابة التشكيليين، 4000 عضو ممن يعني لهم حق التصويت من أصل 14,000 عضو بالنقابة، منتظر من حضورهم 750 فردا اليوم لاكتمال نسبة 25%. الجميع بالنقابة يعول على أهمية هذا اليوم ومشاركة أعضاء النقابة من لهم حق التصويت لاكتمال النصاب القانوني وانتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة التشكيليين. نعم مينا، يعني حدثني عن نسبة الحضور والإقبال من قبل أعضاء النقابة للمشاركة في هذه الانتخابات. بالحديث وبالمقارنة بالجمعة الماضية وهي المرحلة الأولى التي فشل فيها اكتمال النصاب القانوني، اليوم نشهد حضورا أكبر يعني وملحوظا أكثر عن الجمعة الماضية، لذا هناك أمل في استمرار هذا الحضور الكثيف وهذه المشاركة المستمرة من أعضاء النقابة واكتمال النصاب القانوني اليوم بحضور 25% ممن لهم حق التصويت. كان لنا حديث منذ قليل مع قليل من أعضاء النقابة يعولون على هذه المشاركة في اكتمال النصاب وانتخاب نقيبا للتشكيليين. شكرا جزيلا لك مراسل أونلايف مينا مكرم، كنت معي من نقابة التشكيليين. أعلن الجيش الوطني الليبي عن بسط سيطرته الكاملة على الهلال النفطي الليبي بعد هجمات واسعة النطاق بدأت في 14 من مارس الجاري بتعليمات من قائد الجيش خليفة حفتر، حيث شنت غرفة عمليات سرت الكبرى وغرفة تحرير الموانئ النفطية عملية عسكرية واسعة بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية فور تلقي التعليمات من المشير. وتضم منطقة الهلال النفطي في ليبيا موانئ رأس لانوف والسدرة والحريقة والبريقة وزويتينة، والتي تعد أهم موانئ تصدير البترول الليبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى جميع الوحدات، إلى جميع الوحدات، بناء على تعليمات السيد القائد العام للقوات المسلحة الصادرة إلى كافة الوحدات بخصوص تطهير المواني النفطية من شراذم القاعدة ومن ولاهم من المرتزقة، عليه تتخذ إجراءاتكم. في صباح يوم الثلاثاء 14 من مارس بدأت القوات المسلحة العربية الليبية معركة تحرير الهلال النفطي من أيدي الميليشيات الإرهابية المسلحة، واستطاعت بحلول المساء من السيطرة على المنطقة بالكامل. مباشرة بدأ تنفيذ المهمة من قبل الوحدات العسكرية المرابطة في منطقة بريقة بالتحديد وضواحي البريقة. خلال 4 أو 5 ساعات بالتحديد تمت السيطرة الكاملة على منطقة الهلال النفطي التي تبدأ من منطقة راس نلوف إلى السدرة إلى منطقة بن جواد وما بعد حتى بن جواد إلى منطقة إهروة. كما نجح الجيش الليبي في إدارة المعركة بنجاح دون وقوع أي خسائر بالبنية التحتية للمنشآت النفطية رغم محاولات الجماعات الإرهابية من تدميرها بالسيارات المفخخة. بعد سيطرة هذه الجماعات الإرهابية على منطقة الهلال النفطي بالتحديد، سيطرت القوات المسلحة الآن على هذا المكان الذي يعد من أهم الأماكن في ليبيا بالتحديد.
هذه ثروات الليبيين، وهذه هي مقدرات الليبيين، وهذه هي أموال الليبيين. فلهذا الجيش جاء ليؤمن كل هذه المناطق، ضحى بكل ما يملك مع نقص الإمكانيات ومع قلة الدعم. على عكس هذه الجماعات الإرهابية ليس لشيء إلا لتطهير هذا المكان الهام جدا من الأراضي، وفي هذا الوقت بالتحديد ليرجع كل شيء لأهله. الآن الشركات بدأت بالعمل، الآن العمالة التي داخل هذه الشركات سواء كانت في السدرة أو كانت في رأس نالوف بالتحديد بدأت ترجع العمالة من جديد، بدأ على جانب العاملين في هذه الشركات بالرجوع للعمل من جديد في هذه الشركات بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة. على هذه الأرض يقف المنتصر من أمام تلك السفينة التي شهدت لعشرات السنوات كل منتصر. استطاعت القوات المسلحة العربية الليبية من السيطرة على الهلال النفطي بعد دحر الجماعات الإرهابية في معركة دامت لست ساعات حاولوا فيها السيطرة على مقدرات الليبيين. من داخل الأراضي الليبية، بكر الشراوي، السدرة، أول لايف. مشاهدينا، هذه النشرة ما زالت متواصلة مع حضراتكم، ولكن بعد قليل. ومجددا أهلا بحضراتكم. واستكمالا لنشرتنا، حاصرت القوات العراقية تنظيم داعش الإرهابي في المدينة القديمة بالموصل، واقتربت من المسجد التاريخي الذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الخلافة قبل نحو 3 أعوام. وأفادت مصادر عراقية بأن مسلحي داعش تحصنوا في المنازل والأزقة الضيقة وقاوموا بنيران القناصة والهجمات الانتحارية والسيارات الملغومة. كانت القوات الحكومية حققت مكاسب كبيرة في الأيام القليلة الماضية في معركة بدأت في أكتوبر الماضي، فسيطرت على جسر الرئيس على نهر دجلة وتقدمت باتجاه الجامع الكبير. أعلن خفر سواحل اليمنية المتمركز في منطقة يسيطر عليها الحوثيون أن 31 لاجئا صوماليا قتلوا قبالة ساحل اليمن في وقت متأخر ليلة الماضية جراء هجوم شنته مروحية على سفينتهم. وكان اللاجئون الذين يحملون وثائق رسمية من مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في طريقهم من اليمن إلى السودان عندما تعرضوا لهجوم من طائرة أباتشي قرب مضيق باب المندب، فيما قال شهود عيان إنه تم إنقاذ 80 لاجئا بعد الواقعة. أفرج قراصنة صوماليون عن ناقلة نفط وطاقمها كانوا قد احتجزوها قبالة سواحل الصومال الاثنين الماضي. وقالت الشرطة الصومالية إن العملية انتهت بشكل سريع ولم يتم دفع فدية للقراصنة. دولة منسية غاصت في الحروب الأهلية تهددها المجاعة تارة والفوضى والجماعات المسلحة التي تقوض الأمن والسلام تارة أخرى. يغيب ذكرها عن الأحداث قليلا ثم تبرق لتعود من جديد بحدث ومتابعات. إنها الصومال، بلاد بونت القديمة ذات الموقع الاستراتيجي في منطقة القرن الإفريقي، فقبل أيام احتجزت مجموعة من المسلحين بمساعدة الصيادين المحليين 5 سفن أجنبية في منطقة بونتلاند، أكبرهم سفينة نفط تجارية إماراتية لتبدأ سلسلة مفاوضات ومناوشات انتهت بتدخل قوة من البحرية الصومالية باشتباكة معهم ليتم الإفراج عن السفينة وطاقمها دون فدية أو شروط، لتنتهي أول عملية خطف لسفينة تجارية منذ العام 2012 سريعا على غير العادة ودون دفع فدية. الحادثة هي الكبرى من نوعها منذ 3 سنوات، إذ شهدت الفترة الماضية تراجعا في عمليات القرصنة بعد انطلاقها في عام 2005. وبحسب إحصاءات المكتب البحري الدولي، خبراء متابعون ينظرون إلى الإفراج عن الناقلة على أنه نجاح لحكومة الصومال وقواتها لمكافحة القرصنة، خاصة بعد تسلم الرئيس الصومالي المنتخب محمد عبدالله فرماجو الرئاسة شهر فبراير الماضي، ما يمهد لحالة من فرض الأمن والاستقرار بأنحاء البلاد والتي ما زال يتهددها خطر أكبر وهو المجاعة، خاصة بعد جفاف ضرب البلاد لثلاثة مواسم متتالية، وهو ما دق جرس إنذاره منذ أيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أثناء زيارته للصومال، داعيا المجتمع الدولي للتحرك، فالناس في الصومال يموتون من الجوع بسبب الجفاف الذي يجر الأمراض والمجاعة والموت. وطالب الأمين العام بالتدخل السريع لإنقاذ 6 ملايين صومالية في حاجة إلى المساعدة، حيث أناس ونفوس من البشر تستحق الحياة. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن سياسة الصبر الاستراتيجي حيال كوريا الشمالية قد انتهت،
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في سيول، أضاف تيلرسون أنه يجري العمل على تطوير مجموعة شاملة من الاحتمالات للتعامل مع الدولة المعزولة من بينها الخيار العسكري. من جانبه قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي أن واشنطن وسيول اتفقتا على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية التي تنشرها كوريا الجنوبية تهدف فقط إلى الدفاع عن نفسها ضد جارتها الشمالية وليس ضد أي دولة أخرى. يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بالبيت الأبيض في اجتماع قد يحدد مستقبل التحالف عبر الأطلسي وشكل التعاون بين الدولتين. ومن المقرر أن يبحث الطرفان تمويل حلف شمال الأطلسي والعلاقات مع روسيا في اجتماع يعد الأول لهما منذ تنصيب الرئيس الأمريكي. ومن المرجح أن تضغط ميركل على ترامب من أجل الحصول على ضمانات لدعم الاتحاد الأوروبي، وبدوره قد يسعى ترامب للحصول على مساندة المستشارة الألمانية لطلبه المتعلق بزيادة إنفاق دول حلف الناتو على احتياجاتهم الدفاعية. أعلن الكرملين أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستتوجه إلى روسيا في زيارة نادرة من نوعها لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في 2 مايو. ومن المتوقع أن تركز المباحثات بين الطرفين على الأوضاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية والعلاقات التجارية بين البلدين. زيارة نادرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى روسيا هي الأولى لها منذ العام 2015 بعد أن كان التوتر بين روسيا والدول الغربية قد بلغ أشده على خلفية النزاع الأوكراني وضم موسكو لشبه جزيرة القرم. الزيارة أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست زيهوفر في العاصمة الروسية موسكو. ذلك اللقاء الذي أنهاه الرئيس بوتين بتوجيه تحياته الخالصة للمستشارة الألمانية. شكرا لكم وخالص تحياتي للمستشارة الاتحادية، ونحن ننتظر زيارتها في 2 مايو المقبل. كلمات بوتين رافقتها كلمات دافئة من الجانب الألماني، حيث أكد رئيس وزراء ولاية بافاريا أورست زيهوفر خلال لقائه بوتين أن المستشارة الألمانية تنقل أرق التحيات إلى الرئيس الروسي وتعتزم زيارة بلاده أوائل مايو المقبل. اسمحوا لي أن أنقل إليكم أرق تحيات المستشارة الألمانية، وقد أكدت لي أكثر من مرة إنها تعتزم زيارتكم أوائل مايو. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن جدول أعمال القمة الألمانية الروسية، يتوقع المراقبون أن تتصدر المباحثات قضية أوكرانيا والعقوبات الأوروبية ضد موسكو بالإضافة إلى العلاقات التجارية. من المبكر الحديث عن جدوى الزيارة المتوقعة، إلا أن اللهجة المرحبة بالزيارة تعد مؤشرا إيجابيا على علاقات روسية ألمانية أكثر ودا في المستقبل. أعلنت الكاميرون أن قوات من عدة دول من غرب إفريقيا تمكنت من تصفية 60 مسلحة من جماعة بوكو حرام وتحرير نحو 5000 رهينة. كانت بوكو حرام تحتجز الرهائن في قرى قرب الحدود مع نيجيريا، وقد أسفرت العملية الأمنية الموسعة التي استمرت أسبوعا عن تدمير قاعدة للجماعة في الجبال المحاذية للحدود بين الكاميرون ونيجيريا. اقتصاديا مشاهدينا الكرام، اتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اتقت وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم علي هامش اجتماع بمجلس الوزراء، وذلك من أجل التبحث حول الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، حيث ناقش الوزيران تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كذلك أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار. هذا والتقت نصر وزير البترول طارق الملا لبحث التعاون بين الوزارتين في جذب الاستثمارات، وأكدت على تنسيق وزارة الاستثمار مع الوزارات الأخرى على وضع خريطة استثمارية بما تتضمنه من فرص متنوعة تتوافق مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بحث وزير التجارة والصناعة طارق قابيل خلال زيارته الحالية لوارسو مع ممثلي نحو 30 شركة بولندية فرص الاستثمار في مصر. وأشار قابيل إلى أنه يعتزم توقيع اتفاقية مع الجانب البولندي لتسهيل التبادل التجاري وتحسين الاستثمار في البلدين. الحد كبير جدا اللي بولندا عايزاه مننا موجود عندنا، واللي احنا عايزينه موجود عند بولندا. بولندا عندهم تكنولوجي في
قطاعات مهمة جدا زي قطاع السيارات والصناعات المغذية ليها. بولندا تاني بلد في العالم في الصناعات المغذية وصناعة السيارات، ودي حاجة مهمة جدا. أخويا في الصناعات الكيماوية بيحتاجوا غزل النسيج، واحنا أخويا في غزل النسيج، الدولتين أخويا في الزراعة، وفي تبادل إلى حد ما كويس جدا، وهم عندهم برضو تكنولوجيا كويسة جدا في التصنيع الزراعي. من هنا يجي أهمية هذا اللقاء. اجتمعت مع أكثر من 30 شركة، شركات من الشركات المتوسطة اللي هي بتخاف تروح، إن لما بتسمع بتشوف إيه أو في تأكيد على السياسة المصرية الخاصة بالاستثمار وتشجيع الاستثمار المباشر ويعرفوا على حجم السوق، فدي كانت فرصة كويسة جدا. أعلنت وزارة الإسكان الطرح الأول لبيع 250 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة غرب قنا بمساحات تتراوح بين 500 و700 متر مربع. وأوضح وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن الطرح يأتي في إطار الحرص على تنمية الصعيد عبر إنشاء مدن جديدة وتوفير عوامل الجذب السكاني لها. يبدأ سحب كراسات الشروط من فرع بنك الإسكان والتعمير في قنا اعتبارا من 2 أبريل المقبل. ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملة الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيس إيجيك 30 بنحو 1% ليبلغ مستوى 12984 نقطة. وتراوحت ارتفاعات المؤشرين الثانويين إيجيك 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة وإيجيك 100 الأوسع نطاقا بين 2.6% و 2%. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت قرابة 12 مليار جنيه ليتخطى 647 مليار جنيه في ظل تداولات حوالي 6 مليارات جنيه. انطلقت اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة 20 في مدينة بادن بادن الألمانية، وتستمر الاجتماعات ليومين يشارك فيها للمرة الأولى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مانوشيتن، وسيسعى لعرض توجهات الرئيس دونالد ترامب. وتسيطر على الاجتماعات مخاوف من حرب تجارية نتيجة سياسة أمريكا أولا التي تنادي بها الإدارة الأمريكية الجديدة، ويخالف نهج ترامب عقيدة المجموعة القائمة على مبدأ التبادل الحر، وهو ما يدفع المحللين إلى الاعتقاد بأن صياغة بيان ختامي سيكون أمرا صعبا. والآن مشاهدينا نذهب إلى فاصل آخر ثم بعده نعود ونواصل نشرة الأخبار. ومرة أخرى مرحبا مجددا. وإلى تفاصيل النشرة. أكدت نقوش على التمثال الأثري الملكي المكتشف حديثا بمنطقة المطرية أن التمثال يعود إلى الملك بسماتيك الأول من الأسرة 26 وليس الملك رمسيس الثاني. وفي المؤتمر الذي حظي بحضور كبير لدبلوماسيين أجانب ووسائل أعلام محلية ودولية، أعلن وزير الأثار خالد العناني أن النقش يعود للملك بسماتيك الأول. أخيرا وبعد موجة من الجدل والسخرية وغضب واستنكار بين أوساط الأثريين والمتخصصين، رفع الستار عن الغموض الذي لف الاكتشاف الأثري بمنطقة المطرية. عملية نقل التمثال والقطع الأثرية إلى المتحف المصري بتحرير شهدت إجراءات أمنية مكثفة وتعاونا بين وزارة الآثار والقوات المسلحة التي أشرفت وشاركت في العملية. رحلة طويلة وشاقة تخللها السير ببطء أثناء نقل القطع الأثرية حفاظا على هيكلها من الاحتكاك، خصوصا وأن وزن التمثال يصل إلى 8.5 طن ورأسه يبلغ طنا ونصف الطن. احتفالية كبيرة أقامتها وزارة الآثار بحضور عدد من السفراء والمسؤولين في حديقة المتحف المصري اعتزازا بهذا الاكتشاف الثمين. الاحتفالية لم تمر مرور الكرام، حيث فجر وزير الآثار في كلمة له مفاجأة حين قال إن المؤشرات الأولية تظهر أن تمثال المطرية يعود لأحد ملوك الفراعنة بالدولة الوسطى وليس للملك رمسيس الثاني كما اعتقد في البداية. لما قرينا الاسم ولما شفت الصورة يوميها على طول لقينا مفاجأة إنها نب اللي هي نص الدايرة تحتيها ذراع اللي هو عار، نب عار يعني صاحب الذراع يعني القوي، وهو اسم الملك بسماتيك الأول
من الأسرة 26. وردا على ما أثير حول الطريقة التي تم التعامل بها لاستخراج تاج التمثال، قال رئيس البعثة الألمانية المصرية للآثار ديتر شراو إنها كانت صحيحة، مشيرا إلى أن الاكتشاف سيساعد على الجذب السياحي لمصر. ربما لعبت الصدفة دورا كبيرا في الاكتشاف الأثري، ولكن تبقى الحضارة المصرية خالدة بأثرها وبتراثها الذي يسخر بالعديد من الكنوز. والآن مشاهدينا نذهب إلى متابعة الأخبار الرياضية وإلى بسمة. شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. جولة رياضية سريعة مشاهدينا الكرام، حيث عبر أحمد رئيس الكاف المنتخب عن سعادته بالدعم الذي تلقاه من جانب مصر في الانتخابات الأخيرة للكاف. وقال أحمد إنه توقع الفوز بالانتخابات بعد العمل الكبير والجاد الذي قام به وفريق عمله خلال الفترة الأخيرة. وأضاف رئيس الكاف الجديد أنه شعر بالخوف بمجرد إعلان فوزه نظرا لثقل حجم المنصب الذي سيتولاه. وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأجيل التصويت على المقعد العام للقارة الافريقية في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والذي ينافس عليه هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري الى شهر مايو المقبل. وكان الكاف قد استبعد الثنائي الجنوب افريقي ومرشح جنوب السودان ليتم تأجيل المنافسة على المقعد وفتح باب الترشح لاعضاء جدد لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة للاتحاد الدولي كونغرس الفيفا، والمقرر إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة في 11 مايو المقبل. أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمس أولى تدريباته في جوهانسبرغ استعدادا لملاقاة بيدفيست الأحد المقبل في مباراة الإياب بدوري 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وحرص حسام البدري المدير الفني للأهلي على أن يكون الميران خفيفا للتخلص من إجهاد الرحلة. يذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف أحرزه المدافع أحمد حجازي. قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي إلغاء الميران الأول للزمالك في نيجيريا بسبب الإرهاق وطول رحلة السفر. وأدى لاعب الفريق تدريب فك عضلات واستشفاء في حمام السباحة الخاص بفندق الإقامة. كانت بعثة الزمالك قد وصلت نيجيريا ظهر أمس بعدما كانت قد غادرت القاهرة في 2 فجرا استعدادا لمواجهة رينجرز الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا. ينتظر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي القرار النهائي للاتحاد الإفريقي بشأن مباراة الفريق أمام دجوليبا المالي المقرر إقامتها غدا السبت، وذلك في إياب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإيقاف النشاط الرياضي في مالي قبل مواجهة في الكونفدرالية. كان اللقاء الأول انتهى بفوز دجوليبا بهدفين دون رد في العاصمة المالية باماكو. ومن المرجح خلال الساعات المقبلة أن يتم استبعاد بطل مالي رسميا من البطولة وصعود المصري مباشرة إلى دور 16 على حسابه. ينتقل فريق سموحة اليوم من العاصمة الكينية نيروبي إلى قرية توشكاس والتي تبعد 65 كيلومترا عن العاصمة لمواصلة تدريباته استعدادا لمباراته أمام أوليانز الكينية عصر غد السبت في إياب دور 32 من الكونفدرالية الإفريقية. يذكر أن سموحة تغلب في مباراة الذهاب 4 أهداف نظيفة.
يلتقي طنطا فريق بتروجيت الثالثة مساء اليوم على ملعب استاد سويسا الجديد في إطار الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. يسعى فريق طنطا إلى الفوز بالثلاث نقاط لتفادي الهبوط، بينما يدخل الفريق البترولي اللقاء بهدف الفوز من أجل الوصول للمربع الذهبي. يذكر أن طنطا يحتل المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الفريق البترولي المركز السادس برصيد 30 نقطة. وفي مواجهة أخرى لحساب نفس المرحلة يستضيف الاتحاد السكندري فريق أسوان في 5:30 من مساء اليوم على ملعب استاد الجيش ببرج العرب. يدخل زعيم الثغر اللقاء برصيد 26 نقطة في المركز التاسع، بينما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة. وفي المباراة الثالثة والأخيرة التي ستقام اليوم يستضيف طلائع الجيش في 5:15 من مساء اليوم فريق المقاولون العرب، ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 30 نقطة، يليه في الترتيب المقاولون العرب برصيد 27 نقطة. كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية وعودة لزملائي. شكرا جزيلا لك. ولم يتبقى مشاهدينا في هذه النشرة إلا التذكرة بعناوينها. الجيش السوري يعلن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية وإصابة أخرى، وجيش الاحتلال ينفي. الداخلية تضبط 8 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في مدينة نصر. واشنطن تعلن أن التحرك العسكري ضد كوريا الشمالية خيار وارد بعد تجاربها الصاروخية. ختام هذه النشرة من أونلايف في أمان الله.